السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس أحمد السيد العزازي من قناة الزراعة اليوم. طبعا بنوريكم النهاردة احنا 31/12/2022، آخر سنة 22، إن شاء الله سنة 23 يكون عام خير وسعادة وطمأنينة وزيادة في الرزق للجميع، وإن شاء الله شفاء لكل مريض يا رب العالمين، ويكون سنة خير على مصر إن شاء الله. وطبعا بحب أطمن الناس اللي بتسأل كتير على القناة، قلت أعمل الفيديو ده تاني عشان نختصر الأسئلة في فيديو صغير. طبعا بالنسبة للأزولة حضراتكم شايفين في شهر 12 وشهر 1 الطبيعي، الصنف اللي كان كل زرع بناته هو ده الصنف اللي بتحمل الجو بتاع مصر. وطبعا فترة شهر من 11 و12 وشهر 1 كمان بتبقى عملية ركود، لأن بتبقى في برد، فبتبقى فترة الليل لو تقدر تغطي من المغرب لغاية تاني يوم الصبح ما فيش مشكلة. الناس اللي عندها تحول أو لون بني أو كده وخايفة وكده لسه أول مرة تزرع، بنطمنها وبنقول لها ما تقلقوش، إن شاء الله بداية شهر 2 الأزولة بتتحرك، من نص شهر 2 بتبقى في احتباس حراري، وزي ما حضراتكم شايفين الحوض بتاع أنا عامل عليه سدد وخشب كده عشان التيارات الهوائية البرد بالليل، وممكن لو نغطيه برضك بلاستيك ما فيش مشكلة، لأن أغلب الفترة الشهرين دول فبتبقى في صقيع. وطبعا طبيعي إن الأزولة بتركض فترة كده، لكن أنا واخد منها إنتاج إن شاء الله النهاردة، بس بتأخر إن أنت كل بدل ما تاخد كل يومين أو 4 أيام بتبقى كل 15 يوم بتاخد منها. فالناس اللي بتسأل ما تقلقش. طبعا بالنسبة لملوحة المية بتتحمل ملوحة حسب الأبحاث لغاية 3000 BPM، برضك بطمن الناس اللي بتسأل كتير على الملوحة، لا هي تتحمل لغاية 3000 BPM. طبعا درجة الحرارة من تحت صقيع لغاية من 15 درجة فيما يقل 10 وكده بيبقى في الايه النمو التكاثر بتاع الأزولة. بتشتغل في الحرارة لغاية 40 و45 درجة مئوية، ما فيش مشكلة يعني بتشتغل برضك، لو كان في ممكن تظلل نص الحوض أو كده تبقى أفضل يعني بالنسبة للصيف والايه درجات الحرارة العالية في التظليل بتبقى أفضل. طبعا بالنسبة اللهم صل على النبي، الغذاء بتاعها زي ما قلت لحضراتكم لو في نظام طحالب خضرة ولا كده، كبريتات النحاس من 2 إلى 3 جرام للمتر المربع. بالنسبة لفترة الصقيع ده ممكن تدي 19 أو 20، وطبعا يعني جرامات من 2 جرام ل3 جرام للمتر المربع برضك. اللهم صل على النبي سوبر فوسفات المحبب 5 جرام للمتر المربع، وحسب المساحات اللي عند حضرتك بتحسب الايه الكيلوات او الجرامات الاجماليه. طبعا بحب اقول تاني، الناس بتسال كتير وبتلاقي فيه شويه اصفرار او بني او حاجه زي كده، ما دام انت فحص النبات كويس ما فيش لا في ديدان ولا في حشرات يبقى دي بروده او نقص فسفور. طبعا في ناس بيقول احنا بنحط حمض فوسفوريك، ما فيش مشكله، تبقى انت حطيت الفسفور بردك 1 سنتي او 2 سنتي للمتر المربع وما تكترش، ما فيش مشكله، ما دام انت مدي العناصر دي كلها تبقى الموضوع عند بس ليه شويه البروده، وما تقلقش ان شاء الله بعد شهر، بعد ما يكمل شهر 1 فتره البروده والصقيع اللي بينزل ده بترجع الطبيعه بتاعتها ان شاء الله، وبتبقى كل 4 ايام بتاخد منها او كل يومين 3 برضك. بنطمن الناس تاني ونقول ما تقلقوش ان شاء الله خير. وطبعا الناس كتير بتسأل يعني على طول اما بيحصل لها عرض، دي حاجه كويسه، الحاجه الطبيعيه ان انت بتسأل اهل الاختصاص، وان شاء الله خير ان شاء الله. واي حد يعني منتظر استفسار او حاجه انا تحت امركم 24 ساعه ان شاء الله. ومعكم اخوكم المهندس احمد عزازي، قناه الزراعه اليوم على اليوتيوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.